اهلا بحضراتكم مره تانية وفقرتنا المميزه دايما كل يوم ثلاث مع الناقد الرياضي الكبير والصديق عمر البنوبي. بنرحب بيك يا عمر واهلا بيك في البيت الكبير. اهلا بحضرتك كابتن هاني، منورنا. ده نور حضرتك ويشرفني والله. حلقه الثلاث اللي بقت معلمه مع الناس كمان، ودي حاجه حقيقي على فكره. يعني كل جماهير النادي الاهلي وكل اللي بيفرجوا على البيت الكبير دايما بينتظروا يوم الثلاث، وانا كمان، عشان تبقى حلقه دايما مميزه وخارج الصندوق. يعني انت ما شاء الله عندك معلومات كتيره جدا، و يعني ان شاء الله بتكون دايما حلقه مميزه ان شاء الله معاك يا عمر. الله. عمر، عندنا كذا ملف النهارده واكيد هنتكلم عليه بشكل كبير، لكن طبعا عايز برضو اخد رايك في، مش المباراه الاخيره، عايز اخد رايك في صعود النادي الاهلي للمباراه النهائيه من خلال الشوطين اللي اتلعبوا، الشوط الاول في المغرب والشوط الثاني في القاهره في استاد القاهره. يعني اعتقد انه الاهلي بيرفع سقف طموحات الجماهير كالعاده، أداء ذهابا وإيابا في المغرب وفي القاهرة يعني على أحسن ما يكون الحقيقة. أعتقد كل العناصر الأساسيين اللي نزلوا بدلاء، اللعيبة اللي تغير مراكزها اضطراريا، كل الناس أدت بشكل مميز قوي وقدرت أن أنت تحقق نتيجة كبيرة مش قليلة. الصعود على حساب فريق كبير زي الوداد المغربي حاجة يعني اعتقد انها محترمه جدا، وده طبيعه النادي الاهلي دايما، هو ند لكل الكبار لان هو كبير القاره الافريقيه، اكتر عدد تتويج بالبطولات كمان، يعني حلم البطوله بيقرب وده اللي جماهير النادي الاهلي كلها مستنياه. اعتقد من اللي شفناه في السيمي فاينل انه لعيبه الاهلي والجهاز الفني مجلس اداره كل العناصر على مستوى الحدث، لانه بطوله افريقيا غايبه بقالها كتير، الجمهور مستني انه يشوف البطوله تاني في النادي الاهلي. اعتقد انه هي بتقرب لكن لسه، يعني زي ما موسيماني قال برضو بعد المباراه اللي فاتت، انا صعدت النهائي لكن ما خدتش البطوله لسه، فاعتقد انه هيبقى في يعني تحضير على اعلى مستوى للمباراه النهائيه. هكلمك على موسيماني خاصه، انت كمان متابع بشكل مختلف شويه عن كل الاساتذه اللي بيكونوا موجودين معانا، على شخصيه المدرب، تصريحاته قبل وبعد التدريب، بعد المباريات، اسلوبه، حتى اسلوب ادارته للمباراه، اسلوب ادارته حتى للجزء النفسي للعيبه اللي بنشوفه في لقطات كتيره جدا جدا. برضو تقييمك العام لمشوار موسيماني الصغير قوي، يعني 5 مباريات اعتقد برضو مش كافي، لكن بتدي ملامح معينه تتكلم عليه ازاي وتقول ايه. هو انا عايز اتكلم عن موسيماني في اتجاه مختلف بقى تماما. زي ما حضرتك قلت، هو تقييمه على مجمل المباريات اللي لعبها مع النادي الاهلي او قاد فيها النادي الاهلي هو ممتاز، ما فيش عنده اخطاء حتى في الظروف الاضطراريه. صحيح، شوف ماتش بيراميدز في الدوري، مظبوط، كانت ظروف صعبه جدا، بطاقه حمراء اللي بتلعب ناقص، عندك مراكز ناقصه، في لعيبه مش موجوده، لكن تقدر ان انت ما تخسرش المباراه وتقدر ان انت تحقق اللي انت عايزه. ده جزء. الجزء الثاني في حته لازم الواحد يحيي عليها مجلس اداره النادي الاهلي على اختياره الموسيماني في التوقيت ده وفي الظروف اللي احنا فيها دي، ان انت بطوله بتتصعب كل يوم لان ظروف الكورونا وظروف حته السيستم بتاع البطوله نفسه، هو انا هلعب ذهاب واياب ولا هلعب دوره مجمعه في المغرب، لا هنرجع تاني للنظام القديم، الحاجات دي كلها، ومع ان انت عارف ان فايلر هيمشي ومجهز نفسك ومتفاوض مع البديل بتاعه وبسرعه بيكون موجود. اعتقد انه اختيار موسيماني كمان كمدرب عنده خبره افريقيه، اسم في افريقيا كبير جدا، يعني لو جيت تتكلم عن افضل 5 مدربين في افريقيا هيجي في اول 3، ده طبيعي من الفتره اللي قضاها مع سان داونز، وبالتالي انت بترفع ضغوط كتير جدا عن منصب المدير الفني ده لما كان فايلر موجود. لو فايلر موجود فهو تجربه لاول مره بيجرب، الموضوع يبقى صعب، لكن انت داخل على النهائي ومعاك مدرب لعب نهائي وخد البطوله دي قبل كده، عنصر الخبره هنا بيفرق كتير جدا. أكيد. وفي نفس الوقت كمان فكره ان انت عندك مدرب من افريقيا السمراء والتجربه الجديده دي، اعتقد ان هي بتكسبك كمان تعاطف كبير جدا على مستوى القاره. وانت يعني في الحلقات اللي فاتت بينت لي قد ايه كمان ان مش على المستوى الفني بس، المستوى الفني ان شاء الله يعني اكيد شايفينه المدرب كويس، لكن كمان على مستوى الماركتنج واسم النادي الاهلي، وقد ايه نجوم كبار انت سجلت معاهم وبعتوا لنا بيأيدوا التجربه جدا وبيتابعوا موسيماني بشكل مميز. يعني هو كمان الفكره يا كابتن هاني انه انت دلوقتي كل شويه الكلام عن التحكيم في افريقيا بيزيد، شويه بنتكلم عن النهائي الكونفدراليه وان التحكيم ما كانش على المستوى، شويه بنتكلم عن اختيارات الحكام، مين هيبقى لك حكم مباراه نهائيه، الحكام بتوع السيمي فاينل،
مش عايز الناس تنسى انه جاني سيكازوي في مباراه السيمي فاينل هناك في المغرب كان ممكن في لحظه يقلب لك الماتش بضربه الجزاء لولا تالق الشناوي. حقيقي انت باقدام لعيبتك انت تقدر تتحدى الحكم لما يكون عايز يحجمك. ما بنتهمش حد بالفساد ابدا، لكن بقول انه برضو وجود موسيماني مع وجود كمان ان انت متابع واخد خطوات استباقيه على طول، اعتقد النادي الاهلي اكتر من مره حذر من مستوى التحكيم وخاطب الكاف وكان له خطوات من النادي الاهلي يقدم احتجاجات رسميه وطلب انه يكون حكام على اعلى مستوى هم اللي موجودين في مبارياته بالذات في الادوار النهائيه والمباريات المصريه دي. اعتقد ان كل دي عوامل تدي سبورت الموسيماني كمان في وجوده وخبرته وانه لعب البطوله دي قبل كده واخد البطوله دي قبل كده، انه انت موضوع مبشر بالنسبه لك. لكن انت منتظر لسه هتشوف مين هيصعد من الطرفين التانيين بسبب ظروف تأجيل المباراة. انا ما اقدرش اتوقع قوي لانه النتيجه هناك ما كانتش 1-0 غير 2-0 1-0 غير 2-0 وكمان غير كده كمان حته التأجيل وكده بتخلي كمان تفتح باب احتمالات اكتر من كده، لان ما تعرفش ممكن يحصل لا قدر الله اصابه هنا او هنا، ما تعرفش الوضع هيبقى ماشي ازاي، فما تقدرش تتحكم فيه قوي. وفي نفس الوقت الرجاء يعني فريق عنده طموح وفريق برضه زيه زي الوداد من الفرق الكبيره في افريقيا والفرق اللي خدت البطوله دي قبل كده وعنده لعيبه مميزه عنده طموح انه يعمل حاجه. نادي الزمالك برضه نفس الكلام بيكافح ان هو يحاول يوصل للمباراه النهائيه، لكن انا شايف انه سواء الرجاء او الزمالك في النهايه النادي الاهلي هدفه الوحيد هو البطوله، مش هيفرق معاه لا ده او ده. وفي نفس الوقت كمان اعتقد انه موسيماني شاف الفرق دي كلها قبل كده، فكشغل فني هو الموضوع بالنسبة له مش هيبقى صعب، مش صعب في حتة التحضير، هو هيحضر بالشكل المعتاد بتاعه، هيذاكر الفريقين، هيذاكر الفريق اللي هيصعد فيهم، هيركز قوي على مفاتيح اللعب، هيقدر يحفظ لعيبته الدور اللي لازم يعملوه، هيقسم المباراة على أجزاء. الحاجات دي اي مدرب عنده خبره واي مدرب كبير بيقدر انه وده اللي يعني شفناه خلال حتى الفتره الصغيره اللي عمليه التحضير كانت اكتر من رائعه، حتى التحضير قبل مباراه العوده هنا كان البعض متخوف ان يكون في ثقه زياده او لكن كمان التحضير وان هو بيروح المعسكر مش قبلها بيوم، بيروح قبلها بيومين عشان يدي انطباع للعيبه لا دي مباراه مهمه، المستوى الفني اللي ظهر بيه اللعيبه، الشكل الفني والتغييرات، فكل ده بتدي انطباع التحضير قبل المباراه يكون مهم جدا جدا، وده اللي بيتطبق في المباراة وبيبان على ارض الملعب فعلا. حته الجاهزيه الذهنيه بتاعه اللاعبين على ارض الملعب بتبان ان كان التحضير كويس، وانه يعني هو مدرب حته الذكاء في التصريحات الصحفيه او في التعامل الاعلامي بتفرق في انه بيرفع الضغوط عن لعيبته ويقدر ان هو يركز معاهم في التدريب، ان انت مطلوب منك 1 2 3 وانت كنت كويس، انت محتاج تشتغل اكتر. كل ده هو بيبقى انهى فكره الجدل الاعلامي وفكره انه ممكن يقول تصريح مش محسوب، ده ما بقاش موجود. يعني انا ما كنتش بحبذ دايما فكره مثلا فايلر لما كان بيصطدم بالاعلام طول الوقت، انا مش شايف ان ده صح. انا دايما كنت حتى في كلمه سمعتها من كابتن محمود الجوهري الله يرحمه انه دايما اعتبر الاعلام جزء من الجهاز الفني بالنسبه لي، فان انت تقدر مش جزء من الجهاز الفني انه يبقى عارف عنك المعلومات، لا ان هو انت تقدر تدير امورك مع الاعلام بشكل يفيدك انت ويفيد فريقك بشكل ايجابي يرفع عنك الضغوط مش انك تزود على نفسك الضغوط. لكن وده اللي عامله موسيماني من اول يوم، يعني هو بيتعامل مع الاعلام بذكاء شديد جدا، ومش حته بقى انا دارس اعلام والكلام ده يعني مش بحته عنجهيه لا بحته اصل خلي بالك هدوء وخبرة. اللايسنس نفسه اللي بيتاخد على الويب التوب او البرو لايسنس بيبقى في سيكشن وفي منهج خاص بكيفيه التعامل مع الاعلام، ده جزء بيدرسه طبعا كل طبيعه المدرب بشخصيته وطبيعته بيقدر يتدخل بشكل ايجابي او سلبي من الجزئيه دي، لكن هي جزئيه مهمه جدا وموسيماني نجح فيها بشكل كبير يعني. بالظبط طول الفتره اللي فاتت، فاتمنى له التوفيق واتمنى للنادي الاهلي التوفيق ان شاء الله في المباراه النهائيه. اعتقد فرصه التحضير موجوده، اتحط لك ماتش يوم 31 في الدوري يعني، لكن هو ماتش ان شاء الله يكون ماتش احتفال بالتتويج بدرع الدوري. طيب بمناسبه الماتش ده تفتكر موسيماني هيلعب بالصف، مش هقول الصف الثاني لكن ببعض الناس اللي ما خدتش، او احنا شفنا النهارده 6 ناشئين موجودين في تدريب النادي الاهلي، هيدي الاولاد الصغيرين شويه بما انه مباراه ليس لها تاثير كبير على النادي الاهلي؟ هيضغط نفسه يعني مش هيضغط نفسه في المباراه دي ان هو عاوز يحقق سكور عالي قوي، لا هو يعني هي مباراه يلعبها، وارد جدا انه يلعب بالناشئين ويكسب، الاهلي طول عمره بيعملها يعني، وارد طبعا، ووارد ان هو يريح بعض العناصر الاساسيه، ممكن يدي لعيبه هو محتاج انه يجهزها، شايف انه محتاج ياخد وقت في الملعب اكتر،
فيديله في مباراه زي دي هيستفيد منها فنيا وبدنيا، فاعتقد ان هو هيبقى حاسبها كويس قوي. انا بيعجبني فيه كمان ان هو بيبقى قاري كل لعيب صح، هو عارف كل لعيب محتاج ايه، في لعيب محتاج شويه ياخد ثقه فيلعب ماتش زي ده ويديله ثقه علشان يقدر يعدل من ادائه شويه في الملعب. شفنا حسين الشحات يعني الناس ممكن تكون ضغطت عليه على السوشيال ميديا بعد المباراه الذهاب، وفي مباراه الاياب ده بقى شغل مدير فني مع برضه كواليتي لعيب. انت عندك انت شاري لعيب كويس ولعيب عنده منتاليتي كويس انه يتحمل الضغوط وانه كمان يقدر انه يحل كل ده ويعمل اللي عمله حسين الشحات في الماتش اللي فات في الهدف اللي جابه. فاعتقد انه كل المؤشرات بتقول ان موسيماني في مباراه الطلائع هيتعامل معها معامله عاديه جدا، لا مباراه تحصيل حاصل وانا هحتفل بيها بدرع الدوري فقط. فممكن يدي فرص للناشئين، ممكن يدي فرص للعيبه ومحتاج يجهزها، لكن مش هيبقى الموضوع يعني لا مش هيبقى واخد الموضوع جد قوي يعني. يعني لا مش هيبقى يعني طب اكيد هيبقى في نوع من انواع الجديه حتى في اداء، وده كمان هيجرني لاخر حاجه في ملف النادي الاهلي، الجدية في التعامل حتى في الظروف، في الظروف اللي ممكن جدا يقول لك اي مدرب خلاص انا اقعد على الدكة وخلاص انا كسبان اتنين او كسبان تلاتة فالامور بقت سهلة، لكن الجدية في التعامل لاخر لحظة والتعليمات اللي كان بيقولها مثلا محمد دهاني العب السهل وبيوجه واحنا كسبانين تلاتة، ده كمان اعتقد نقطة ايجابية في شخصية مدرب فاهم وعايز يطبق الطريقة وعايز لعبته يبقى نسبة التركيز مش بس وانت كسبان، لا نسبة التركيز في كل اوقات المباراة من اول دقيقة لاخر دقيقة. يعني اعتقد انه ما فيش مباراة هتتاخد بفكرة الاحتفالية خالص، اكيد هي المباراة المدرب الشاطر والمدرب اللي بيحب مهنته هو مدرب عاوز يحقق اكبر مكسب فني في كل تمرينة وفي صحيح. كل ماتش هيلعبه حتى لو هو ماتش تحصيل حاصل مش هيترتب عليه حاجة في الدوري، فاعتقد انه هيحقق استفادة فنية في الجزء اللي هو محتاجه قبل مباراة الفاينل. طيب نخرج من يعني من مباراة الأهلي إن شاء الله وربنا يوفقه في يوم 6، لكن نخش على السكاوت المنتخب وإعلان الكابتن حسام البدري على القائمة المبدئية. طبعا هو ما كانش فيها لعيبة الأهلي والزمالك، هو بعض اللعيبة المحترفين داخليا والمحترفين في الخارج. شفت القائمة دي إزاي؟ وممكن نراجع الأسماء مع بعض. يعني القائمة كانت ضمت طبعا الحارسين طبعا مهدي سليمان ده من بيراميدز ومحمد بسام من طلائع الجيش، عبد الله السعيد وعلي جبر واحمد ايمن منصور ومحمد حمدي ومحمد فاروق واحمد توفيق ورمضان صبحي، كل دول بيراميدز تقريبا 8 لعيبه من بيراميدز، محمد شريف من انبي، حسام حسن واحمد ابو الفتوح الاثنين من سموحه، طاهر محمد طاهر مقاولين واكرم توفيق من الجونه. شايف القائمة المبدئية دي ازاي؟ طبعا بعيدا عن اختيارات لسه من المحترفين، يعني هو كمان المحترفين اعلنهم قبل كده اعتقد، يعني خلينا طب قائمة المحترفين يعني الداخلية اللي يعني هو اعتقد انه الاسماء كلها يعني بنسبة 60-70% هتبقى اوت من المعسكر النهائي بتاع مباراته، يعني عشان برضه ما حدش يحبط قوي يعني. خلينا صراحة الاختيارات الاساسيه العدد يعني هو بيكمل هو عدد المعسكر مفتوح، وهو قالها الكابتن حسام البدري قالها في حوار اعلامي ان انا هعمل معسكر مفتوح وهدي فرص لتقريبا 40 لعيب، فطبيعي ان هو هيستبعد عدد كبير منهم قبل ما يختار القائمه النهائيه اللي هتواجه توجو. القائمه النهائيه اللي هتواجه توجو حسب معلوماتي مش هيبقى فيها تغييرات كبيره ابدا عن الاختيارات اللي تمت قبل كده، هم نفس الاسامي هي اللي في المباراتين اللي كانوا في مباراتين جزر القمر وكينيا، وجزر القمر وكينيا هم اللي هيكونوا موجودين برضو مع تعديلات طفيفه جدا حسب الاصابات حسب الغيابات وكده، ده اللي هيعمله كابتن حسام البدري. حاجه كويسه ان هو يدي فرصه لبعض اللعيبه، الاحتكاك بمعسكر منتخب يعني برضو بتفرق، في لعيبه ما بتلعبش وقاعده بقالها كتير في الاسماء اللي هو اختارها، ممكن يكونوا بيظهروا اعلاميا في البرامج لكن ما بيلعبوش، فيعني هو لعيب الكوره ده في الملعب مش في البرامج التلفزيونيه، فاعتقد انه بيحاول يدي فرص يعني لوجودهم في المعسكر يتمرنوا. في اسماء اعتقد انه مش هيكون لها فرصه في حقيقيه في القائمه النهائيه لمباراه تجو، من الاسماء اللي حضرتك ذكرتها من اللاعبين اللي هم المحليين اللي انضموا للمعسكر المفتوح. طب اقول لك القائمه بالنسبه للمحترفين خارج مصر، طبعا الكابتن حسام البدري طبعا استدعى محمد صلاح والنني وحجازي وكوكا وتريزيجيه، ده اللي يعني ده اللي اعلنهم الدعوه، واستبعد عمرو ورده احمد المحمدي وعلي غزال وعمر مرموش. يعني هو طبعا الاسماء اللي تم استدعائها لا خلاف عليها، يعني لو بس جبناهم واحده واحده كده، محمد صلاح مكسر الدنيا ما شاء الله،
لعيب لا خلاف عليه يعني. محمد النني بدأ ياخد عدد دقايق صحيح. شوية كويس، لكن هيفضل عنده مشكلة في أرسنال بعد التعاقد مع توماس بارتي. الموضوع مش هيبقى سهل. ده النني، وهو النني كان عليه خلاف في الاول، كابتن حسام كان بيفكر ما يضموش ورجعه صحيح. هو لما الفترات اللي فاتت لعب اساسي رجع لاعب، فما يقدرش انه يستبعد محمد النني، لانه برضه في النهايه لعيب دولي عنده خبرات. تريزيجيه بيأدي بشكل كويس من نهايه الموسم اللي فات وحتى بدايه الموسم ده، رغم انه لسه ما سجلش اهداف، لكن هو بيأدي كويس وبيلعب مع فرقته. كوكا مكسر الدنيا في اليونان، اتمنى انه لما يجي هنا طريقه اللعب تساعد كوكا انه يقدم اللي بيقدمه في اليونان. طيب قبل ما نروح على اليونان، خلينا في انجلترا، ومعانا طبعا المدرب الكبير حمزه اسرار. ده طبعا مدرب شارلتون تحت 23 سنه، المدرب الجزائري القدير، معانا على التليفون من انجلترا. مساء الخير يا حمزه. مساء الخير كابتن هادي، ومساء الخير لكل الاشقاء المصريين ومتابعي قناه اهلا بيك يا حمزه. طبعا بنرحب بيك هنا في قناه النادي الاهلي، ومعانا طبعا الصديق عمر البنوبي معانا، وكنا بنتكلم طبعا على لعبتنا المحترفه وخاصه في البريمير ليج. خليني اسالك اولا طبعا عن محمد صلاح، ووصول محمد صلاح للرقم الهدف 100 اعتقد من خلال 154 مباراه، وردود الافعال، وانت شفت ازاي الحدث من خلال وسائل الاعلام اللي موجودة في بريطانيا كلها بإحراز محمد صلاح للهدف 100 مع ليفربول. بطبيعة الحال هو إنجاز تاريخي للاعب عربي ومصري من طراز رفيع ورفيع جدا، يعني لم نرى ولم نشاهد من قبل لاعب بتلك الأخلاق وبذلك الأداء الكبير جدا فوق أراضي الميدان، والكل يشيد بهذا في انجلترا، يعني من ليس فقط مشجعي ومتتبعي ليفربول، ولكن كل الجمهور اللي حب كره القدم في بريطانيا وفي انجلترا يشيد بمحمد صلاح باخلاقه بتواضعه فوق ارضيه الميدان وخارج الميدان. صحيح. والاداء الكبير يعني اللي نبدو هو احسن سفير للكره العربيه والمصريه محمد صلاح، وانجازات مازال تكون اكثر واكثر في المستقبل ان شاء الله. ان شاء الله. ولو اتكلمنا على محمد صلاح لازم كمان نتكلم على يعني بنتكلم على البريمير ليج بشكل كبير، وتريزيجيه كمان مع استون فيلا انطلاقه جيده جدا لاستون فيلا السيزون ده، بعد يمكن بقائهم بصعوبه جدا في البريمير ليج من خلال الموسم الماضي. لكن كمان قول لنا انت كمان رايك الفني كمدير فني كبير، عندك خبرات كبيره وبتدرب كمان في شالتون تحت 23 سنه، يبقى كمان قريب ونشوفك ان شاء الله في البريمير ليج مدرب عربي جزائري قدير. اداء يعني تقييمك ايه لاداء تريزيجيه في الفتره اللي فاتت؟ أظن تريزيجيه لاعب موهوب جدا، وأظن لاعب سريع جدا، وهو من اللعيبة الذين دائما أنا كنت رشحتهم لساوثامبتون منذ يعني عامين لما كان في بروج في بلجيكا، لأنه لاعب رواق، عنده سرعة فائقة جدا، عنده جود فينيش، عنده جود اسيست، فهو يعني البروفايل بتاعه ممتاز ويلائم كثيرا لبريمير ليج، وهو موجود في فريق عريق تحت مدرب جيد جدا هو سميث. اظن طبعاً انه يتالق من يوم الى اخر، لان البدايه في البريمير ليج دائما تكون صعيبه شويه ومحتشمه، ولكن لانه هو عنده اداء رجولي وعنده شخصيه فوق ارضيه الميدان. تريزيجي يعني منذ انطلاقته مع استون فيلا كان مستواه راقي، وما زال حنشوف الكثير من عند تريزيجيه، لانه يلعب في فريق عريق، وايضا طريقه اللعب تناسبه كثير، لانه يلعب كثير على الاروقه، هو عنده السرعه ويلعب وراه لاعب جريليش، فهو دائما بيعطيه كرات، فان شاء الله حيكون له مستقبل كبير في البريمير ليج ان شاء الله. هاخدك بس يا حمزه في جزئيه، يمكن احداث من ايام قليله جدا، وانتقال احمد حجازي للاتحاد جده السعودي، وكان في بعض يعني بعض التضارب شويه في عمليه الانتقال حجازي، ان الاداره الفنيه او المدير الفني كان عايز حجازي، لكن اداره النادي هي اللي ضغطت بشكل او باخر. عايزين نعرف الكواليس وما دار في الصحف الانجليزيه عن انتقال احمد حجازي الى اتحاد جده السعودي.
احمد حجازي انا لم اقرا الصحف كثيرا هنا في، ولكن انا اعرف جيدا ويست بروميج البيون، ولدي صديق يلعب مع احمد حجازي اللي هو اللاعب الليفت باك كيرنجيت، ويتكلم على حجازي يعني باحترام كبير، وهم عايزينه انه يبقى لانه هو يعني عرفه من يعني قمه من قيم من قمه الويست بروم، ولعب دور كبير وكبير جدا في صعود ويست بروم وعودته الى البريمير ليج، فان يفرط فيه بسهوله هذا الشيء صعب، خاصه وان ما يعني مدافع محوري لا يوجد الكثير اليوم في انجلترا، خاصة بذلك الحضور وبذلك الأداء والبنية الجسدية والذكاء التكتيكي، فحجازي حيكون خسارة كبيرة لويست بروم، وأنا لا أظن أنهم حيتركوا الصفقة تروح بالسهولة دي حتى يروح لاتحاد جدة، ولكن ما يجري في الكواليس أنا ما عندي فيه يعني. هو أعتقد الـ تمت يعني خلاص، هي إعارة لمدة سنة، يعني حجازي إعارة لمدة سنة وإن شاء الله يعود تاني للبريمير ليج. خلينا نروح من اللعيبه المصريه الى الجزائر، وطبعا يعني رياض محرز واداؤه هذا السيزون مع طبعا المان سيتي انت شايفه ازاي، وننتقل منه الى المنتخب المغربي الجزائري اسف. اوكي، رياض محرز اظن ان البدايه كانت نوعا ما محتشمه، لان المانشستر سيتي كفريق هو يعني بدايته كانت محتشمه، وهو يعني جزء يتجزا من الفريق. أظن أن غوارديولا لديه بعض الصعوبات في بداية الموسم 2020-2021، الناس تتكلم هنا الأخصائيين بأن الفرق الأخرى بدأت تعرف طريقة لعب غوارديولا، ووجدت يعني الطريقة المثلى لإيقافه من الفوز بالمباريات. والان يعني ذهب دافيد سيلفا، ذهب كومباني، مانشستر سيتي لم تكن لم يبقى بتلك القوة، لهذا حيكون موسم صعب جدا، ويجب على رياض محرز ان يتألق اكثر ويظهر بالوجه الذي يظهر به مع المنتخب، خاصة في دورة كأس افريقيا للامم اللي جرت بمصر. فمانشستر سيتي الان يعني هو في بداية مشواره، ليس مانشستر سيتي الذي عاهدناه، ولكن نتمنى إن شاء الله يعني رياض محرز كلاعب جزائري وعربي أيضا أن يبدأ يتألق أكثر وأكثر، ويقود مانشستر سيتي حتى يكون فيه يعني صراع بين سيتي وليفربول، لا ترجع لبريمير ليج يعني بطولة مملة كالبطولات الأخرى، لأن ليفربول الآن يعني يسحق كل منافسيه. ولكن في ساوثهامبتون كمان ظهر بشكل اكثر من رائع في يعني في البريمير ليج، بيأدي اداء جيد جدا لدرجه ان بعض وايفرتون ايفرتون بشكل مع انشيلوتي بيأدي بشكل رائع، وناس قالوا ان يمكن بدايات ايفرتون بيفكروهم شويه ببدايات ليفربول مع يورجن كلوب. فتوقعات البريمير ليج دايما يعني ما بتكونش مختصره على فرقتين ثلاثه، لكن بيخش فيها اكثر من فريق بطبيعة الحال، خاصة الموسم الجاري هذا 2020 و2021 بعدم تواجد الجمهور. أظن أنا عدم وجود الجمهور في الملاعب أعطى بعض الرياحية لبعض اللعيبة وبعض الأندية، أصبحت يعني توتنهام تفوز على مانشستر يونايتد في أولد ترافورد لأن ما فيش 73,000 بتصرخ، مظبوط، فيعطي بعض الرياحية للخصم أنه يروح إلى ملاعب كبيرة ويأتي بيعني نتائج إيجابية. وهذا الشيء الذي نراه مع إيفرتون بدون أن ننقص القيمة للمدرب المحنك أنشيلوتي، أكيد بالتركيبة البشرية اللي حطها هو الآن وطريقة اللعب. أكيد. يعني آخر سؤال، المنتخب الجزائري، طبعا المنتخب الجزائري أعتقد بيمر بأفضل فتراته، وحتى في مباراة أو مباراتين، مباراة أمام نيجيريا مباراة ودية كسب 1-0، والاتحاد الجزائري بيجدد عقد جمال بالماضي ل 22 ليه طبعا نهائيات كأس العالم القادمة، شايف هذا التجديد وشايف جمال بالماضي ماشي إزاي الفترة اللي جاية؟ أظن أن وجود جمال بالماضي في المنتخب الجزائري جاء في وقته، يعني جاء في وقته، احنا بلا ما ندخل في الأروقة السياسية أظن كان فيه ثورة شعبية في الجزائر،
يعني كانت عاونت كثير ان اللعيبه جاوا الى كاس افريقيا للامم في مصر، هم عازمين انهم بيرجعوا ويكسبوا يفرحوا الشعب الجزائري يعني فعلا يفرحوا الشيء اللي يفرح الشعب بها. فكانت احنا دائما نقول الفوز لازم يكون فيها يعني المحتويات كلها تمشي مع بعضها. وجود بالماضي حاله البلاد في تلك الفتره، وايضا ارمده من اللاعبين اللي كانوا في نضجهم التكتيكي مثل رياض محرز، ابراهيمي، ديبيورا، وتدعيمهم ببعض الشبان على غرار اسماعيل ناصري الموجود في اسي ميلان اللي يدي باداء يعني جيد، رامي بن سابيني. فكانت ارمده من اللاعبين يعني فيه مزاج جيد من الخبره للاعبين وايضا الشباب، ويعني قائد الاوركسترا جمال بالماضي اظن انه زرع روح قتاليه في المنتخب وطريقه لعب اللي تتماشى مع المودرن فوتبول او كره القدم الحديثه. واظن انه المنتخب الجزائري في العامين القادمين سيكون مسيطر وحيكون يعني مستقبل جيد. نتمنى من الاتحاديه الجزائريه والمصريه والعرب يعني كل الاتحاديات العربيه ان تنظر وتلتفت الى تطوير وتكوين اللعيبه الجيدين، لان ليس ان يكون عندك منتخب كويس الان، لازم تشوف للجيل الصاعد والمستقبلي والعمل على المدى الطويل ان شاء الله. ده حقيقي طبعا، بنشكرك شكرا جزيلا طبعا حمزه اسرار المدرب الجزائري الرائع، مدرب او مدير فني نادي شالتون تحت 23 سنه، بنشكرك شكرا جزيلا على تواجدك معنا في قناه النادي الاهلي. شكرا. انسان رائع يعني، على فكره انا اعرفه معرفه شخصيه، ويمكن كان بيدرب فابيو في هناك في انجلترا، ويعني انسان رائع ومجتهد جدا، وزي ما انت عمر كلمتني حتى قبل الهوا، هو مجتهد وشاطر وعنده طموحات كمان انه في وقت من الاوقات ممكن نشوف مدرب عربي جزائري على مستوى البريمير ليج، فده هيكون شيء رائع بالنسبه لينا كعرب عامه يعني انا شايف انه حتى الكلام اللي في المداخله كله الاراء الفنيه لحمزه شيء يعني في نوع من الهدوء والخبره. هو كمان اشتغل محاضر في الاتحاد الانجليزي لفتره، فاخد خبره كبيره، اشتغل مع جارث ساوثجيت المدير الفني لمنتخب انجلترا، وصل انه بقى المدير الفني لتشارلتون اتلتيك تحت 20 تحت 23 سنه، يعني هو اللي بيفرغ للفريق الاول، فده طبعا انجاز هايل. اعتقد انه كمان في انجلترا كنا قبل كده هنا استضفنا الكابتن رادي جعايدي اسطوره تونس، وهو بيدرب في امريكا دلوقتي ويرجع على ساوثامبتون. اعتقد انه في جيل كنت اتمنى كمان يكون عندنا لعيبه مصريه ان شاء الله. يعني حضرتك كان ليك تجربه في بلجيكا، يمكن نادي ليرس هو اصلا ظروفه ما كانتش تسمح بالاستمرار، لكن اتمنى ان بعد كده يبقى عندنا برضو نماذج زي دي. الصبر في مجال التدريب تحديدا صحيح. هو المفتاح ان انت تبقى مدرب كويس بالذات في اوروبا. يعني هنا الموضوع شويه ملخبط، ما حدش فاهم الدنيا رايحه فين وجايه منين، لكن في اوروبا الموضوع بالدراسه وبالعلم منظم بشكل منظم جدا يعني. واتمنى ان احنا يبقى عندنا نماذج زي دي كتير ان شاء الله. نرجع تاني اللي كنا بنتكلم قبل ما حمزه يخش معانا على قائمه المنتخب على كوكا، وكلمنا نكمل فيه ونخش كمان على بعض المستبعدين، وانت شايف رايك ايه يعني في المستبعدين من المحترفين يعني. هو كوكا مع اولمبياكوس، يمكن انا قلتها له اول ما راح اليونان اول مره، قلت له انت ممكن تبقى هداف الدوري اليوناني بسهوله، كره في اليونان سهله واسهل من البرتغال، وطريقه اللعب هناك هتناسبك، واولمبياكوس نادي كبير زي يعني هو الاهلي بتاع اليونان، فبياخد بطوله، بيلعب تشامبيونز ليج زي ما شايفين دلوقتي، قاعده شعبيه يعني وجماهيريه كبيره جدا. بخلاف كده احنا شفنا اول مباراه قدام مارسيليا كوكا نزل 6 دقائق جاب هدف، سجل اسمه بقى اللعيب رقم 11 في تاريخ مصر اللي يلعب في تشامبيونز ليج، وبقى اول لعيب مصري يسجل في الظهور الاول له في مع محمد صلاح، هما الاثنين في اول ظهور في البريمير ليج في التشامبيونز ليج في دور المجموعات يسجل هدف. فالحقيقه اعتقد انه فرصه مش هتتعوض لكوكا، اتمنى لما يجي انه طريقه لعب المنتخب هنا تخدم كوكا انه يقدم الاداء اللي بيقدمه هناك، علشان هو بيتظلم هنا زيه زي مروان محسن. يا جماعه مروان محسن مهاجم كويس جدا، وما في مش معقول اللعيب كل المدربين اجمعوا عليه، واحنا هنا حتى المدربين الاجانب حتى كمان. الاجانب والمحليين كمان بالزبط. يعني ما اعتقدش انه هيبقى وحش يعني،
فده جزء. مستبعدين بقى حضرتك قلت وردة ومحمدي وغزال، علي غزال ومرموش. مرموش خلينا يعني نركز على مرموش شويه، لان لعيب صغير ودايما بنبص للعيبه الصغيره بالذات اللي عندهم تجربه يمكن خارج، مش بدعايه كبيره، لكن راح فريق كبير بيلعب في البوندسليغا في فولسبورغ، وشارك كمان في بعض فقرات او فترات من مباريات على مستوى الفريق الاول. خليني اقول لحضرتك انه عمر مرموش شارك في البوندسليغا السنه اللي فاتت في نهايه الموسم، شارك في اليوروبا ليج السنه دي. فانا برضو في نقطه لازم الناس تاخد بالها منها شويه، ويعني اكيد الجهاز الفني لمنتخب مصر والكابتن حسام البدري فاهم الكلام ده اكيد، انه اللعيب اللي بيتمرن في بوندسليغا في التوب ليفل ده يعني يبقى له افضليه شويه، وعلى الاقل ياخد فرصه انه يكون موجود في منتخب مصر. انا اتفق معاك، اتفق معاك تماما، حتى يعني لو هو مش بيلعب اساسي، لكن مستوى التدريب، مستوى المينتاليتي، الجرعات التدريبيه اللي بياخدها، المستوى البدني بتاع البوندسليغا مختلف تماما عن اي دوري. فاعتقد انه الحاجات دي كلها تشفع له وتدي له فرصه، لان ممكن انت تكتشف لعيب. كابتن جوهري كان بياخد اللعيبه اللي شايف ان هم بروميسنج يضربهم لوحدهم، يعني هو مدير فني منتخب مصر. جاب احمد حسام ميدو كان عنده 17 سنه بالظبط. فانا شايف انه مش معنى ان هو ما بيلعبش اساسي انه انا استبعده، يعني انا شايف انه لا، ياخد فرصه حتى في المعسكر، يعني يجي المعسكر بزبط. ويتواجد وياخد الخبره وحساسيه وجوده في وسط منتخب مصر. فاعتقد ان هو ده اللي كان عليه الكومنت قوي. لكن بقيه اللعيبه، محمدي ما بيلعبش، ورده لسه بادئ يرجع، بيأدي كويس لكن لسه بادئ يرجع، لما يبتدي يلعب اساسي كمان ممكن. كابتن حسام بدري هو نفسه قالها لانه بيتواصل معاه. فعلي غزال فين دلوقتي؟ علي غزال موجود في الارسنال اليوناني ولعب ماتشين السنه دي مع الارسنال. كان بيقول ان في بعض العروض جايه له من مصر، تصريح ليه يعني، قال لك انا بدرس بعض العروض هنا في الدوري المصري. جاله كذا حاجه، وهو انا اخر مكالمه بيني وبين علي من فتره ما كانش شويه بيفكر في التجديد للارسنال، كانوا بيضغطوا عليه انه يجدد هناك، لكن ما كانش واخد قراره في النهائي في انه يستمر. السنه دي لعب ماتشين مع لارسا في الدوري اليوناني، لكن طبعا لارسا من الفرق الصغيره، فمش هيبقى متشاف قوي بالنسبه للجهاز الفني لمنتخب مصر، كمان انه مش بيشارك بشكل اساسي. لكن هو لعيب كويس ومجتهد، واتمنى له التوفيق. لكن حته عمر مرموش هي اللي فعلا هي يعني شويه شايف انه ممكن ياخد فرصه وشويه انه يتواجد في المعسكر. وانا بايدك تماما، لان زي ما انت قلت اللي بيخش البوندسليغا وولد صغير ويبدا يحط رجليه في الفريق الاول، بيشارك بشكل كويس، مش فترات كبيره لكن بدا يشارك مع فولسبورغ وكمان لعب الاوروبا ليج، فدي خبرات اعتقد ممكن جدا زي ما انت بتقول الكابتن حسام يكتشف لعيب مميز. هو بيلعب يشتغل، هو بيلعب 10 وبيلعب 9 بالظبط، يعني بيلعب 9 و10. وانت كمدير فني منتخب مصر اكيد عندك رؤيتك انك وصلت ليفل منتخب مصر، انت مدير فني منتخب مصر اكيد عندك رؤيتك، تقدر تشتغل على حاجات فرديه في اللعيب، تقدر تجيب لعيب حتى لو هو انت ما بتشوفوش كتير مع نادي، بس هاته واشتغل عليه. وحتى على المستوى النفسي كمان عمر ايدك، هو حتى لو مش هيعتمد عليه الفتره اللي جايه او المباراتين بتاعته، وجوده في منتخب مصر هيدي الولد كمان دفعه كويسه جدا. الرؤيه انك بتكون لعيب دولي والنادي بيشايف انك حتى على المستوى الدولي المنتخبك بيجيبك، وانت كمان كابتن حسام والجهاز الفني اللي معاه يشوفه ممكن ده يفيدنا ايه في الفترات اللي جايه، مش لازم دلوقتي يعني، ممكن جدا يشوف ده انا ممكن احتاج يعني احتاجه مثلا بعد التصفيات، او يعني يدخله في الجزئيه ديت. انا اتفق معاك تماما يعني. طيب يمكن قبل ما نخش هوا على طول، رئيس برشلونه بارتوميو قدم استقالته، يعني دي كانت بالنسبه لك مفاجاه ولا شيء متوقع يعني؟ لا كان متوقع طبعا، هو حمله سحب الثقه منه لما اتفاجئ انها العدد قانوني وان هم اعضاء في نادي برشلونه، وانه خلاص اتحدد ميعاد لفكره الاقتراع على سحب الثقه من مجلس بارتوميو. هو النهارده عمل اجتماع طارئ، وكل الانباء اللي جت قبل ما ندخل هوا انه هيقدم استقاله جماعيه لمجلس اداره بالكامل برشلونه بالكامل. ولكن اعتقد برضو ده مش حل وضع برشلونه بالذات بعد ماتش الكلاسيكو. كان في نوع من انواع الانهيار التام جوه الفريق، وانك انت برضه انا شايف انت ما تتمسكش بميسي طالما هو مش عايز يقعد، مستحيل. لو هو مارادونا، ما هو ميسي ومارادونا كريستيانو رونالدو، ريال مدريد تخلص من فكره تبعيته لكريستيانو رونالدو. انت وقفت عند ميسي واصريت انه يكون موجود، هو مش مبسوط، هو اعلن ده، جبت له رونالد كومان، رونالد كومان مش هيعرف يشتغل مستحيل على الوضع ده. اعتقد انه رحيل بارتوميو
هيتبعه رحيل كومن مش هيكمل. انا اتفق معاك تماما، لان كمان يعني هو دلوقتي تقريبا المدير المالي او في حد لمده 3 شهور هو بيدير سير اعمال لغايه ما يكون في انتخابات، والانتخابات اعتقد الرئيس اللي جاي الانتخابات قال انا مش عايز كومن، انا مش عايز كومن لو جاب لي الثلاثي، قال انا يعني متفق مع مدرب تاني. يعني انا قريت تصريح ليه، قال لك انا لو هجيب الثلاثيه مش عايزه، حتى لو جاب الثلاثيه مش عايزه. انا عايز اقول لحضرتك حاجه كابتن هاني، يعني انا هزعل جدا على تجربه كومن، لانه كان معاه جهاز فني لو كان في ظروف طبيعيه في برشلونه كان هيقدم حاجه محترمه جدا، كنا نشوف كوره كويسه. هو معاه ألفريد شرودر، وده من مدربين الكبار اللي عمل كوره اياكس امستردام، كان مساعد إريك تن هاغ، راح هوفنهايم كان مع ناجلسمان وبعد كده هيد كوتش، وعنده افكار تدريبيه، لانه انا قريب من ألفريد شرودر جدا وكنت بتكلم معاه كتير جدا، يعني عنده فكر قوي جدا. ولذلك كومان لما جابه عمله مساعد اول على هنريك لارسون اللي هو زميل عمر كومان ونجم برشلونه. يعني يمكن ألفريد شرودر اكبر فريق لعب فيه فاينورد، لكن كومان لعب برشلونه، لارسون لعب برشلونه. فهي الفكره كلها انه كنت اتمنى التجربه دي تبقى في ظروف مختلفه. ايه تعتقد ان كان هيبقى فيه خلاص نوع من الندم دلوقتي او الريجريت ان هو ساب المنتخب الهولندي؟ طبعا، وانا قلتها مع حضرتك من اول يوم، قلت لك هيندم على الخطوه دي، لانه انت عملت منتخب لهولندا بعد فتره تراجع عنيفه، ده حقيقي. فقدرت انك تكون منتخب قوي وصلت بيه فاينل دوري الامم الاوروبيه، وبتلعب فاينل دوري الامم الاوروبيه وانت ما كانش حد متوقع ان انت تعدي اصلا من المستوى الاول ولا ان انت تكمل. فاعتقد انه هيندم جدا على الخطوه دي، لانه كمان رجوعه لمنتخب هولندا بقى شبه مستحيل، الا لو طبعا فرانك دي بور يعني صديقك برضو يعني. لا هو انا يعني صديقك، وانت اول واحد قلت ان هو هيمسك منتخب هولندا، رغم ان يمكن كان في كل كلام كان هينكتين كات يعني في الوقت ده، لكن هو اللي قاري الاتحاد الهولندي كمان شويه يعرف انه مش وقت هينك تين كات، وانه فرانك ديبور اسهمه كانت عاليه، لكن فنيا انا شايف انه صعب قوي على فرانك ديبور ان هو يدير منتخب هولندا. الماتشات اللي لعبها ما كانتش كويسه، ماتش البوسنه كان سيء جدا، اخر مره تعادل مع ايطاليا بالظبط، تعادل مع ايطاليا، لكن هم الجمهور كان راضي شويه عن ماتش ايطاليا. لكن كمان هو دلوقتي لعيبه هولندا عندها دروب، انه اللعيبه اللي في ليفربول ابتدى شويه النتائج تهتز، وعندك فان دايك اصابه عندهم برضو مش قوي مزبط. الموضوع بقى صعب جدا على فرانك ديبور في منتخب هولندا. طيب من جبنا سيره المنتخب والفيفا، كمان في دلوقتي خبر الفانتينو اعلن اصابته بفيروس كورونا، عمل حجر، هيقعد في العزل الطبي شويه لحد ممكن يكون ليها تاثير على بعض مش بعض القرارات، لكن احنا كمان كان في بعض الاخبار ان كاس العالم للانديه هتلعب وبعدين مش هتلعب وبعدين لا. كاس العالم للانديه لم يحسم موقفه لحد دلوقتي حتى يعني بالظبط، في انباء فعلا، انباء بتقول انه هيتعمل في قطر في يناير، بالظبط من 11 يناير اعتقد، لكن من 11 ل 22، لكن اعتقد انه اخر حاجه كمان عرفتها من الفيفا النهارده انه لا لسه ما فيش اي قرار رسمي بخصوص كاس العالم للانديه. طموحات انفانتينو اصلا في كاس العالم للانديه بالعدد الكبير من الانديه اللي هو الفكره اللي هو عاوز يطبقها دي مش هتطبق في النسخه اللي جايه طبعا، يعني النسخه اللي جايه دي تبقى على النظام القديم. طب اشرح للناس برضو الفكرة، كان عايز يعمل، هو عاوز يكبر انفانتينو مش بس على كاس العالم للانديه، هو عنده افكار لكذا بطوله للانديه تتعمل تدخل عائد مادي اكبر، ماركتينج وفلوس يعني. ماركتينج وفلوس بس، ما بيفكرش في الحته الفنيه خالص، يعني لدرجه انه حتى لما اقترحوا فكره الدوري الاوروبي الممتاز وفكره انه يبقى فيه رعاه، وفعليا الرعاه قعدوا واتفقوا مع بعض الانديه اللي هم الرعاه الامريكان، اتفقوا مع الانديه اللي ملكها امريكان منهم ليفربول مانشستر يونايتد انه نعمل حاجه اسمها الدوري الاوروبي الممتاز. طيب طب وبعدين يا جماعه، فطلع حتى طب والدوري المحلي، طلع حتى رابطه الليجا نفسها الاسبانيه قالت ان ده نوع من انواع الجنون، اللي بيفكر في التفكير ده ما فكرش ابدا في الرؤيه الفنيه للموضوع ولا الجدول الفنيه بتاعت الحكايه. الموضوع مش فلوس بس، وما ينفعش تهدم المسابقات كلها في اوروبا علشان انت عندك فكره انك تحط الانديه الكبيره كلها في مسابقه واحده، كل فكره ماركتنج وفلوس ودخل داخل في السكه دي من اول يوم له في الفيفا. فهو كان عاوز يعمل مسابقه لكاس العالم للانديه بتضم عدد اكبر من الانديه الفتره اللي جايه، وتلعب في فتره يكون فيها يعني الامور متاحه ان هي تتلعب، ما تاثرش على البطولات الثانيه. هنا في افريقيا عاوز يعمل بطوله للانديه كبيره، واشترط كمان انه ان الانديه تبتدي تدعم الكره النسائيه وتعمل فرق كره نسائيه علشان تشارك في البطوله دي. هو عنده طموحات كبيره جدا لبطولات وحاجات، يعني افكار في دماغه ماديا اكتر منها فنيا، وده مش هيبقى سهل تطبيقه
الفترة اللي جاية. أكيد. قبل ما نختم معاك عمر، طبعا الوقت بيجري معاك بسرعة، لكن تتوقع اليوفنتوس وبرشلونة كل الأحداث دي هتأثر على المباراة بكرة؟ الكلاسيكو اتغلبوا في الكلاسيكو اليوفنتوس، خلي بالك كمان رونالدو كانت العينة ظهرت النهاردة إيجابية، فأعتقد بشكل كبير رونالدو مطولة معاه قوي، مطولة دلوقتي دخل في الأسبوع الثالث أو الأسبوع الثاني تقريبا وطولت يعني. فالعينة طولت. إيجابية مش هيشارك بكرة اليوفنتوس، وبرشلونة شايفه إزاي بكرة؟ انا شايف المباراه طبعا صعبه جدا على برشلونه، يعني اترفعت الضغوط كلها عن يوفنتوس بالاحداث اللي موجوده في نادي برشلونه دلوقتي. اعتقد كمان يوفنتوس عنده فريق واقف على رجله حتى لو من غير رونالدو، هو فريق كويس جدا. برشلونه ممكن يخسر والنتيجه ممكن تبقى صدمه للجمهور شويه. مش شايف ان برشلونه قادر يقدم حاجه بصراحه، يعني ماتش ريال مدريد انا ما كنتش شايف انه ماتش صعب قوي. اتكرر يعني سيناريو البايرن برشلونه لا صعب قوي يا كابتن، المدرسه الالمانيه دي قصه ثانيه، يعني المدرسه الالمانيه دي بتفرم بصراحه، يعني ما بيسموش على اتلتيكو مدريد، على برشلونه، على ريال مدريد. يعني لو شفنا في بطوله 2013 بايرن ودورتموند طلعوا برشلونه وطلعوا ريال مدريد بنتائج ضخمه، بنتائج يعني 7-0 و4-1 وحاجات، لا صعب قوي يا كابتن. بالنسبه للنتائج برضو الكبيره، اياكس اعتقد الاسبوع اللي فات فاز على بمناسبه الموضوع ده على فينلو 13-0 في الدوري، وده اعلى سكور في تاريخ الدوري الهولندي من سنه 72 من جيل يوهان كرويف، يعني كان برضو باسم اياكس. بس انا عايز نقطه بسيطه جدا، بعد نتيجه ال 13-0 دي ما شفناش فينلو شال المدرب بتاعه والله مش كده، الكوره ما بتدورش كده، في مره مختلفه. انا شفت كابتن في مره فاينورد، انا بشجع فاينورد، شفت فاينورد بيتغلب 9 من بي اس في اند هوفن، الكلام ده قريب من 11 سنه تقريبا، يعني مش بعيد قوي. ليو بن هاكر كان اللي هو كان مدرب هولندا قدامكم في جيل 90، كان هو التكنيكال دايركتور بتاع فاينورد، طلع قال يا جماعه في المؤتمر كلمه واحده، كان ماريو بين المدرب، الدنيا مقلوبه والنتيجه كبيره جدا. 9. فقال لهم لما السكور بعد نهايه الماتش يبقى 9-0 معناه ان المشكله مش في المدرب ابدا، بس كده. كلمتين. وماريو بين قعد فاينورد في الدوري، كانت ازمه ماليه كبيره في الفتره دي، وقعد فاينورد في الدوري والجمهور دعمه من المباراه اللي بعدها وعادي جدا وكمل، ولحد ما قدم مهمته ومشي بعد كده. لكن الفكره نفسها انه ليو بن هاكر قال كلمه واحده، لما النتيجه تبقى كده يبقى ما يبقاش المشكله في المدرب بس، طبيعي طبعا. ومناسبه الكلاسيكو، جلادباخ كسبان الريال 1-0 الشوط الاولاني ولسه يا كابتن ولسه عمر بنشكرك شكرا جزيلا، شرفتنا ونورتنا، ودايما حلقتك تبقى مميزه، وان شاء الله باذن الله منتظرينك يوم الثلاثاء الجاي. شكرا كابتن، شكرا جزيلا. شكرا. فاصل، وبعد الفاصل نستقبل الكابتن الكبير احمد كشري.